أهلا بكم مجددا في قضية الهدنة طويلة الأجل والمخاطر وكيفية وسبل مواجهة هذا الخطر بتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية. أستاذ طاهر، حماس يقال بأنها تختزل كل القضايا السياسية الراهنة بمسألة صفقة الموظفين واستيعاب هذا الأمر. مدى جاهزية حركة حماس للتعاطي مع جملة هذه القضايا فيما يتعلق بما طرح الأستاذ كايد، وحدة الموقف أو وحدة استراتيجية فلسطينية لمواجهة جبهة التحديات، ودمج وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني لوضع حد لكل الثغرات التي يمكن أن تنفذ منها أي مشاريع ذات صبغة مشبوهة كما توصف من قبل الفصائل؟ أولا، أزمة الموظفين يمكن أن أقول أنها هي أزمة مفتعلة. نعم، افتعلت حتى لا نصل إلى القضايا السياسية، وحتى تبدو الأزمة وكأنها أزمة حكم وموظفين وأموال، فيما نعم. القضية الأساسية التي أراد الرئيس أبو مازن أن يوقفها هي الملف السياسي بأجزائه الثلاثة: الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، الانتخابات، والمجلس التشريعي الفلسطيني. كل القضايا التي يمكن أن تقود إلى شراكة حقيقية في القرار السياسي هي التي تم إجهاضها من الرئيس أبو مازن، ووضع عنوان فرعي اسمه الموظفون، كي يبدو الخلاف وكأنه حول تقاسم منافع، فيما لا يوجد في هذه القضية إلا جزء واحد وهو الملف السياسي. نحن نقول أننا مع إعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة، على قاعدة العمل الموحد، على قاعدة العمل المشترك أيضا وليس فقط العمل الموحد، من أجل بلورة مواقف موحدة تجاه كل القضايا بما فيها ملف التهدئة. ولكن استمرار اختطاف القرار الفلسطيني بالطريقة التي رأيناها وتمارسها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على قاعدة قولوا ما تشاءون وأفعلوا ما أشاء، هذه قضية مرفوضة. لن نكون جزءا إضافيا ملحقا لكي نقول ما نشاء ثم يفعل أبو مازن ما يشاء. نحن نقول إما شراكة حقيقية أو لنواصل الضغط من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. أما فيما يتعلق بقطاع غزة ومصلحة المواطن الفلسطيني، لن نسمح للأمور أن تصل إلى حد الانفجار. سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أبنائنا في قطاع غزة، وسنواصل العمل من أجل تخفيف معاناتهم دون دفع ثمن سياسي إزاء ذلك، ولكن من حقنا أيضا أن لا نترك المواطن يدفع ثمن خلاف سياسي بين أي طرف آخر. سمعنا الدكتور محمود الزهار مؤخرا في أحد أحاديثه يقول بأنه لدى حماس يعني آلاف الوسائل والطرق لوضع حد الحصار. ما هي هذه السبل وهذه الطرق خارج سياقات الرؤية التي تتحدث عن وحدة الموقف السياسي الفلسطيني العام والقضية التنظيمية؟ أستاذ وليد، يعني في أمر آخر متعلق، ما الذي يمنع رأس الهرم السياسي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بالذهاب بالإعلان عن قرار للشروع بانتخابات فلسطينية تضع حدا لكل هذه السجالات ودعوة الإطار القيادي وكذلك التئام المجلس التشريعي المعطل يعني منذ سنوات؟ يعني حماس لديها، يعني هنا ممثل لحماس، لكن لديها قوة دفع وتبرير لما يجري. يعني هو هذا السؤال لازم يتوجه للرئيس أبو مازن أو من يمثل الرئيس أبو مازن. نحن لا نمثل الرئيس أبو مازن، أنا بمثل حزب أنتم الشعب. فصائل ممثلة في هيئة منظمة التحرير الفلسطينية، ونعتقد أنه الوفد الفلسطيني، وفد المنظمة الموحد، عليه أن يسارع بالقدوم إلى قطاع غزة لبحث كل القضايا العالقة مع الإخوة في حركة حماس بما يضمن استعادة قطار المصالحة إلى سكته الحقيقية، بدءا بمسألة تعزيز دور حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، وصولا لمعالجة الملفات الخمسة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في القاهرة، ووضعت وثيقة الشاطئ واتفاق الشاطئ الآليات العملية. لذلك أنا بعتقد أن القضية الأساسية كيف يمكن يعني أن تبحث هذه المسائل بعيدا عن الاتهامات، بعيدا عن التراشق الإعلامي، فقط في أجواء من توفر الإرادة السياسية التي يمكن أن تخرجنا من ملف الانقسام باتجاه استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة وتبني استراتيجية فلسطينية موحدة. هل الرئيس عباس ذاهب بهذه الوجهة في ظل هذا التباطؤ؟ ما بحاجة إلى نضال مرة أخرى. أنا يعني أشرت في جوابي السابق أن هناك ظرف موضوع يجب التقاطه، ويجب القطع مع أي أوهام تعيدنا إلى المربعات السابقة. نعم. وحتى نتجاوز ذلك لابد من خطوات عملية في إطار النقاط التي أشرت لها، لكن أي إضاعة للوقت هو يعني فسح المجال مجددا لنتنياهو وحكومته القادمة
لتجسيد المشروع الصهيوني أكثر فأكثر في الأراضي الفلسطينية، وقطع الطريق على إمكانية يعني إيجاد دولة فلسطينية على 67 بما فيها القدس، ويعني تمكين فعلا المشاريع المعادية من أن تجد لها منفذا في ظل يعني الصعوبات التي ستنشأ جراء يعني استمرار هذه الحالة. لذلك مرة أخرى مطلوب الالتزام بقرارات المجلس المركزي لأنها تفتح الباب للتقدم إلى الأمام، والالتزام بقرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير الذي أيضا يسعى إلى تجسيد قرارات المجلس المركزي. مرة أخرى نحن أمام لحظة مواتية، حتى على الصعيد الدولي هناك لحظة مواتية في ظل الاستياء الدولي من تصريحات نتنياهو وأركان حكومته المرتقبين تجاه الحل السياسي وتجاه الدولة الفلسطينية. ربما نكون أمام حالة دولية غير معادية للجهود التي يمكن أن تبذل من أجل إنهاء الانقسام، فضلا عن الحالة الفلسطينية التي أشرنا لها. فإذا مطلوب عدم التردد، مطلوب تنفيذ للقرارات، تبدأ بوقف التنسيق الأمني والتحلل التدريجي من اتفاقات أوسلو، ثم نعيد بحث وظائف السلطة للتحول إلى سلطة يعني أو أداة من أدوات كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وسلطة يمكن أن تعتمد مهمات لها علاقة بإمكانية تشييد الدولة ارتباطا بالقرار الأممي الذي يعني قبل فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة. أستاذ طاهر، ما الذي يمكن أن تقدم حماس لدفع القيادة الفلسطينية بهذه الوجهة، سواء بخلق حالة اشتباك مع الإسرائيلي ميدانيا في الضفة والقدس، وكذلك تسهيل ذهاب القيادة الفلسطينية باتجاه التدويل، تدويل القضية والحركة السياسية والدبلوماسية، ارتباطا بمسألة المصالحة وإنهاء الانقسام على قاعدة تيسير كل السبل لحكومة الوفاق التي تذرعت طوال الوقت بأنها يعني حماس ما زالت هي التي تحكم في قطاع غزة ولم تسهل هذا الأمر. أولا السؤال من شقين، الشق الأول نحن في كل حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في الإطار الدولي والأممي كنا مع القرار الفلسطيني الموحد، حتى وإن كان لنا بعض التحفظات في مراحل، مثلا عند الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة فلسطينية أيدنا هذه الخطوة ولم نعرضها. الذي عرضناه فقط كان صيغة مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن وليس مبدأ الذهاب نفسه. النقطة الثانية، أن الحكومة موجودة تمارس مهامها، من الذي يعيق؟ هناك استنكاف من ممارسة مهام الحكومة مهامها وليس إعاقة، بالعكس الوزراء الموجودون في غزة يقوموا بممارسة مهامهم ويتعاونوا مع الموظفين. عندما لم نسمع أن وزير رفض أي موظف إطاعة أوامره أو تنفيذ تعليماته بأي شكل من الأشكال، المطلوب هو أن تمارس هذه الحكومة مهامها الكاملة وتطبق اتفاق القاهرة، هذا المطلوب. حينها أعتقد أن الأمور كلها يمكن أن تذهب باتجاه الوحدة. المطلوب تنفيذ أمين ودقيق لاتفاق القاهرة الذي يحقق شراكة وموقف فلسطيني موحد نخوض في هذه المرحلة التي الإقليم من حولنا يموج، وبالتالي مفروض أن نكون نحن موحدين. والاحتلال لم يكن في يوم من الأيام داعم للشعب الفلسطيني، وكل ثبت أن كل المراهنات على ما يجري داخل الساحة السياسية الاحتلال هي مراهنات فاشلة، المراهنة على الموقف الأمريكي مراهنة فاشلة. المطلوب اليوم توحيد الشعب الفلسطيني على قاعدة ما اتفق عليه، نأمل أن تكون هذه الرسالة. يعني ممكن حماس أن تذهب مثلا بموقف معلن سياسي بأنها ترفض أي صيغة لما جاء في خارطة الطريق على سبيل المثال للدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وبالتالي تنسف أي محاولة من أي طرف لمسألة التعاطي مع هدنة طويلة الأجل وغير يعني أولا يعني أكثر من مرة قلنا أن نحن موقفنا أن الدولة الفلسطينية هي من البحر إلى النهر، ولا نمالئ ذلك أحد، ونقول قبلنا بوثيقة الوفاق الوطني بالحد الأدنى كمشروع وطني فلسطيني. يعني هناك من يذهب ويقول بأنه يعني كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر في ظل أنه معظم المطالب الراهنة للفلسطينيين هي كانت قد منجزة قبل العام 2000 والذهاب باتجاه انتفاضة الأقصى سبتمبر عام 2000، وبالتالي هنالك انتكاسة للقدرة الفلسطينية على الفعل والتقدم. من ذهبوا إلى كامب ديفيد في العام 2000 قالوا أنه لم يكن هناك أي عرض جدي إسرائيلي، وبالتالي أن الموقف الإسرائيلي هو ما نجح به باراك هو تدمير اتفاق أوسلو. هو قال أنا ذاهب لأدمر اتفاق أوسلو، وكان من المعروف أن اتفاق أوسلو وصل إلى نهايته في العام 2000، وكان يراد أن يفرض صفقة
منقوصة على الشعب الفلسطيني، أقل بكثير من 40% على حدود الضفة الغربية، وبالتالي هذا الأمر ليس بجديد. أما قضية دولة مؤقتة وغير مؤقتة، هذا الأمر نحن لا نتعاطى معه، ولكن إذا ما كان هناك عروض جيدة فيما يتعلق بتهدئة يمكن أن تحقق للشعب الفلسطيني نوع من أو استعادة العديد من حقوقه وتحسين حياته دون دفع ثمن سياسي، أعتقد أنه لا ضير في هذا الأمر. لكن يبدو أن الغموض والضبابية ستبقى تغلف مسألة ما قيل حول قضية الهدنة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. حاولنا قدر المستطاع في هذه الحلقة والنقاش استجلاء أبعاد ودلالات ومخاطر جملة القضايا المطروحة من مسألة تكريس فصل قطاع غزة في حال الذهاب باتجاه هدنة طويلة الأجل واستفراد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيوفنا الأعزاء السيد الأستاذ كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأستاذ طاهر النونو القيادي في حركة حماس، والأستاذ وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لكم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء.